بسم الله، السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ في اسئله كتير جات لي على موضوع السفر من المكان اللي انا عايش فيه لمكان افضل، وانا مش فاتح شركه سفريات ولا عندي شركه طيران، بس هي الفكره كلها ان ممكن التجارب الواحد مر بيها والمقالب اللي الواحد اكتشفها لو قلتها حد ممكن يستفاد منها، ويعني ان شاء الله يتجنبها، ربنا يبعد عننا المشاكل. وممكن يكون عندك دكتور في الجامعة، تمام، وبيديك معلومات بسيطة او انت مش قادر يشرح او مش قادر توصل المعلومة، فبسبب منه مثلا 10%، وفي المعيد عندك بيقول اللي يقدر عليه وبتستفاد انت مثلا منه 20%. وممكن يكون واحد صاحبك ومعك في قلب الدفعة ولسه بيتعلم المعلومة، وبس انت بتتريح له او بتقدر تاخد راحتك معاه، او يعني بيجي لك البيت يشرح لك، فبتسبب منه مثلا 40%. فيعني اسال الله ان اللي انا اقوله يجنب الناس المشاكل اللي تعرضنا لها اول ما سافرنا واكتشفنا مقالب كتير. تمام، طيب، فاول سؤال بيقول، انا سؤالي سهل خالص، كحديث التخرج ايه اسرع طريقه للسفر بدون واسطه، علما بان حصل على شهاده احتراف في الريفت من اوتوديسك وبدرسه ومش لاقي فرصه. طيب خلينا نقول بس ان الواسطة نوعين، في واسطة ان انت تستغل علاقاتك استغلال سيء وتاخد وظيفة مش حقك، تمام، زي مثلا وظيفة حكومية او كذا. في واسطة كويسة واللي بيسموها العلاقات الشخصية، دي ما فيهاش اي مشكلة خالص ان انا اعرف مثلا ناس، او انا مثلا اديك كورس الناس، فالناس دي عارفة ان انا كويس مثلا في الانجليزي مثلا او في الكمبيوتر، فقالوا لي تعالى اشتغل معنا في الشركة، وقدموا لي في الشركة، وقالوا الراجل ده احنا واثقين فيه، بدل ما نجيب واحد يكون السي في بتاعه مضروب، او واحد السي في بتاعه كويس بس اسلوبه مش محترم او سيء، لا الراجل ده يجي على ضمانتنا، فدي كويس. فحاول تستغل العلاقات بتاعتك، لو تعرف اي حد شغال برا البلد اللي احنا اتولدنا فيها تبعت له السي في. تمام، فالفكرة كلها ان انت تبعت لكل الشركات، تخش على النت وتعمل سيرش على افضل اكبر شركات مثلا موجودة في قطر، في الامارات، في الكويت، في برا الوطن العربي كله. يعني ليه احنا بنفكر في المنطقة الضيقة دي؟ كانت فترة على مصر كل تفكيرهم ان هم ليبيا. لا، ما في ليه مستبعد انت تسافر كندا او استراليا او فنلندا او النرويج او تشيك او روسيا؟ انا عارف واحد صاحبي مركز على ماليزيا، وواحد تاني مركز على سنغافورة، وان شاء الله ربنا يكرمهم ويروح. وانا اعرف اصحاب كتير في النرويج، في فنلندا، في امريكا، في استراليا، في اليابان، في كده. ففكر بره وابعت واعمل سيرش، وفي مواقع كتيره جدا متخصصه في الموضوع دوت، لينكد ان، الحاجات دي. وفي بعض المواقع بتبقى مضروبه، ان شاء الله هنشوف بعض الطرق ازاي اعرف ان الشركات دي مضروبه او مش مضروبه في فيديو ثاني ان شاء الله. ازاي اسافر اصلا؟ ازاي تسافر اصلا؟ بان انت بتتحاول تتواصل مع الشركات اللي بره، لما تقعد تبعت لهم السي في، لما تشوف اصحابك اللي بره، لما ممكن تعمل حاجه، ممكن تعمل صداقه مع الناس اللي يعني انت مركز على شركه معينه مثلا في موجوده في امريكا مثلا، تعمل سيرش في الفيسبوك واللينكد ان وتبدا تتعرف على الناس ديت وتبدا تبعت لهم السي في، تبدا بالذات لينكد ان لانه بتاع شغل اصلا، تتابع كل الوظائف اللي موجوده وتتواصل معاها لحد ما تيجي. ممكن تبعت سي في ويرد عليك مثلا بعد فتره. انا مره مثلا في شركه بعت لها سي في وبعتت لي مثلا بعد سنه ونص. تمام، فالفكره كلها انا كنت يعني تقريبا اشتغلت فتره في الشركه كل حاجه، بس كنت انا مهتم بموضوع السيفيهات، فكنت كل شويه باخد ورق واقول لاخوانا عايزين الشخص ده يجي معانا، فيقول لي طب املى الاستماره اللي انت عملت له انترفيو وقيمه وقدمها. وبعد كده بياخد وقت ان هو يعد على اداره تقريبا الورقه بعد ما انا بعملها بتتمدي 30 امضى، فبتاخد وقت، فما تستعجلش. تمام، يعني ما تفتكرش ان انت تبعت الشركه اول ما يجي لها السي في هتعين، لا، ممكن تقول لك احنا مش محتاجين دلوقتي بس هنحتفظ بيها ونتواصل بيها. فانت خليك ما تيأسي وقعد ابعت 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 ابعت. السفر ليه
ضريبه وهي الغربه والبعد عن الاهل والحاجات دي كلها، فما تسافرش على مبلغ قليل، لازم يكون يساوي بعد ما تطرح المصاريف والحاجات دي كلها ونتكلم عنها. لان انا مثلا لما سافرت فوجئت مثلا ان السكن مثلا اقل سكن اللي هي لوحدي اوضه وصاله في حدود مثلا 2000 ريال، الا لو هتعمل مشاركه مع الناس 5 6 في اوضه وبتاع ممكن توصل لمبلغ قليل. بس انا من نوع النظام في النوم متعب شويه، غريب شويه، اللي هو النظام بتاع النهارده فينشي ان انا بنام ساعتين واصحى واذاكر شويه وبعد كده انام ساعتين، فهيقرف الناس لكل شويه بظبط انبه. ويعني عشان اقعد اذاكر محتاج ان انا قاعد في مكان لوحدي. ولو انت عائلي ممكن تخشك مثلا في 5000 ريال، ولو انت مثلا فندق مثلا، لان اول ما جيت ما كنتش عارف المكان فقعدت في فندق 4000 ريال مثلا. ده الحاجات اللي انا بتكلم فيها، الحاجات دي اللي هي الحاجات العاديه، مش رايح سوبر ستار ولا حاجه، ده هو فندق عادي اوضه وحمام ما فيهوش اي حاجه خالص. فانت مثلا مسافر ومش عامل حسابك على كده، فاكر انا متفق مثلا على 5000 ريال، هصرف 1000 وال 4000 دول حولهم للمصري هيبقى مبلغ. لا، لازم تبقى عارف انت هتصرف قد ايه وتتكلم على بعد كده، تمام؟ ولما هتصرف هناك بالقطر، ما تقولش ان انا هصرف بالمصري يبقى هقدر اوفر قد كده. لا، الموضوع لازم يتحسب كويس، بدل ما تروح وتلاقي نفسك شغال 24 ساعه وما بتحوش حاجه، تمام؟ يعني مش المهم المبلغ اللي هتقبضه، المهم المبلغ اللي هتقدر تحوشه عشان تمن الغربه وعشان لما ترجع تعمل مشروع او حاجه زي كده. طيب، هل يمكن للشركات التركيه العمل في قطر؟ طبعا اي شركه ممكن تيجي تشتغل في قطر، وبالذات الشركات التركيه موجوده ومن زمان، يعني مش من الايام ديت. على فكره التاريخ بتاع الفيديو 11 سبتمبر 2017، يعني عشان الواحد يعرف في الفتره دي بنتكلم في ايه، ممكن بعد كده الظروف تتغير. بس هي الشركات التركيه موجوده في قطر، وفي شركات امريكيه وفي شركات يابانيه وفي كل الجنسيات موجوده. هل يوجد مشاريع اعاده اعمار في قطر؟ لا اكيد. اعاده اعمار؟ لا، مش اعاده اعمار، مشاريع اعمار ماشي، تمام؟ وبالذات المشاريع الخاصه بالفيفا الكوره. انا ملحق كرويه ما بفهمش حاجه في الكوره، بس في استادات في حاجات زي كده، في المترو، في مدينه اسمها مدينه اللوسيل، في مشاريع المينا، في كذا مشاريع موجوده كتير في قطر الفتره اللي جايه ديت، وفي مشاريع موجوده في الامارات. يعني من ضمن الافكار ان يعني انت تخش ايه اكبر مشاريع موجوده، طب ايه الشركات اللي فازت بالعقد او بتعمل التصميم، وابدا ابعت لها السي في بتاعي. دي فرصه ان انت تعرف ايه الشركات اللي مهتميه بانها تعين ناس جداد، تمام؟ يعني لو في شركه مثلا شغاله وخدت مثلا عقد اكبر برج مثلا في العالم، فاكيد محتاجه ناس وبدور على الناس، ابدا ابعت لها السفات. اهم قطاعات المشاريع اللي شايف في قطر، كل حاجه موجوده، تمام؟ في مشاريع اصلا معقده زي المتحف القومي، شكله رهيب جدا ما ينفعش تعمل غير بتكلة. مساحة القادمين للعمل في قطر كشركات هندسية وليست توظيف. العلاقات اهم حاجة، الموضوع العلاقات دوت، يبقى ليك علاقات كتيرة وتعرف تدخل في الشركات والحاجات دي كلها، دي هتسهل لك كتير جدا. امتى تقرر وانت في الغربة انك ترجع تسافر في مصر؟ في واحد بيقول ما تفكر انك ترجع مصر الا لو مضطر اجباري. طيب، خلينا نتكلم بصدق، يعني ان ربنا يحاسبنا على كل كلمة واحد بيقولها. انا كان في دماغي ان انا اسافر فتره وارجع، وطبعا لو البلد اتحسنت واصبحت افضل من هنا او افضل، يعني اصبحت كويسه، اكيد الواحد يرجع، تمام؟ بس في ظل اللي موجود حاليا صعب. لحد 7/7/2015، لحد ما ربنا رزقني بابني، الصراحه قررت ان انا قدر الامكان، لان الغيب في علم الله، ان انا ما رجعش، لان عايز يعني ابني يربى في مكان افضل. يعني الواحد بيتمنى افضل حاجه لابنه، تمام؟ فانا نفسي بلدي تبقى افضل بلد، ونفسي، وانا ما مسحمش حد يتكلم على مصر اي كلمه، او سواء مصري او مش مصري او خليجي او امريكي، مصر فوق اي حاجه، ما حدش يقدر يغلط فيها لان بلدي. بس هو الوضع الحالي سيء من اكتر من جهه، الالفاظ
المشاكل اللي بتحصل، خطف الاطفال، الحاجات دي كلها. ف يعني ان شاء الله ارجع اكون بلد افضل، غير كده مما صعب يعني، مش عارف فكره وسط ولا لا. بس انا كنت مقرر ان انا اسافر فتره بسيطه وتكون البلد اتحسنت ورجعت، بس البلد فعلا للاسف الظروف الحاليه احنا عاملين فيها حاجات سيئه فصعب. انا مهندس مدني في قطر ومحتاج شغل للمكتب الفني. الفكره كلها ان الواحد بيحاول يتواصل مع كل الشركات، يبع كل يوم لاماكن كتيره جدا، وربنا ييسر ان شاء الله. الشغل موجود كتير، بس هي الفكره كلها ان الواحد يقدر يوصل للشركات ويقدر يعمل سي في كويس. ممكن واحد يعمل سي في، يعني انا زي ما قلت لك في فتره من فترات كان الراجل بتاع الليتش البروكيورمنت فلبيني كان بيقول انت مغرقني سيفيهات، انت عايز تعين شركة كلها مصريين. فالفكرة كلها ان في سيفيهات كتيرة فعلا اول ما الواحد يشوفها بيضطر ان هو يرميها وما يبصش فيها، تمام؟ غلطات كتيرة جدا، وان شاء الله يمكن هتكلم صديق واحد متخصص في الاتش ار يقول لنا الغلطات دي كلها. بس مثلا البروكيورمنت كلهم مش عرب والسيفي ما بقت عربي، فهو اصلا مش هيبص عليه. في حاجات كتيرة بتبقى في السي في غلط خالص، مثلا او واحد مثلا يكتب الايميل بتاعه مش مظبوط، او واحد يبعت الايميل وحطت اتاشمنت للسي في ومش كاتب اي معلومات خالص. ممكن يكون انا في الوظيفة بقول له اكتب لي الرقم ده في عندنا رسالة، هو مش ملتزم بان هو كتب الرقم، فمعنى كده ان هو لو جاي عندي مش هلتزم الحاجات دي فيعمل له مشكلة كتيرة جدا. ايه الاكثر فرص عمل موجودة في قطاع بالنسبة للمهندس ميكانيكا؟ كل حاجة موجودة، تمام؟ والشركات هنا مغرقة البلد وكل المشاريع كتيرة جدا وكل حاجة، وعشان ممكن تديك دفع عشان المشغلين يقبلوك. سؤال حلو جدا. بالنسبة للمجال الانشاءات والمولات والحاجات ديت، في حاجات كتير هم بيهتموا بيها، تمام؟ ممكن ما تشغلهاش خالص، بس هي الشركات بيقعد معاك في المقابله، تمام؟ ممكن حاجاتها مفصله بعدين، بس هو بيقعد معاك في المقابله او لما يبص في السي في بيهتم ببعض النقط، تمام؟ وممكن لما تشتغل تفاجئ ان الشركه ما بتعملش الموضوع دوت، زي مثلا يهتم بان انت تكون فاهم بيم او معاك ريفيت، وممكن تروح تقعد فتره طويله ومفيش شغل ملوش علاقه بالموضوع دوت. مهتم بان انت يكون معاك شهاده الليد، تمام؟ وممكن في الانترفيو يقعد معاك ساعتين ثلاثة يركز على موضوع الليد، ولما تشتغل تفاجئ ان الشغل ملوش دعوة بالليد. بس هي الفكرة كلها ان صعب بيقدم مناقصات ويبقى مطلوب منه عدد معين يكونوا فاهمين بيم، وعدد معين يكونوا فاهمين ليد، وعدد معين يكونوا واخدين شهادة البي ام بي حتى لو انت ما اشتغلتش بالبي ام بي خالص، تمام؟ الكلام ده في الخليج عموما، يعني في الخليج الموضوع الشهادات دي مهمة. في شهادات رخيصة تقدر تاخدها وفي شهادات غالية جدا. الشهادات الغالية جدا حاول تذاكرها، يعني مثلا الليد رخيصة، البي ام بي رخيصة، شهادات البي ام غالية جدا، تمام؟ فلو في شهادة رخيصة خدها يا ريت، لو في شهادة غالية، يعني في شهادات مثلا بتوصل لربع مليون ونص مليون مصري، فانت عندك امكانية خد، انا ما عنديش امكانية فبذاكرها كده مع نفسي، واللي بلاقيه رخيص هاخده. الانجليزي مهم جدا، لازم تكون قوي في الانجليزي، تمام؟ لو بيعمل لك ساعات مقابلة في السكايب على اساس يشوف في الانجليزي هتعمل ازاي، خلي بالك من ضمن الاولويات ان انت تكون شغال في الخليج. يعني لو انت مثلا رحت مثلا السعودية سنتين هتبقى فرصتك افضل من لو انت خارج من مصر، يعني بقولك تكون متعود على مناخ العمل ومتعود على الطبيعة والحاجات دي كلها، وكان مش فارق كتير، بس هو كان كده كده في السي في خبرة قد ايه طول حياته، كم منهم في الخليج خبرة مثلا 10 سنين وفي الخليج سنتين. اخبار قطر بعد الحصار زي ما هي وما فيش اي اختلاف خالص، يعني ما مش حاسين بحاجة خالص والحمد لله الامور زي الفل. يعني المنتجات نقصت شوية وتاني يوم راح جاي على طول من تركيا ومن كام دولة، وبدأنا نشوف بقى المنتجات اللي يعني امريكا بعتت والنرويج بعتت وكندا بعتت، كل دول العالم بقت تجيب، فزي الفل. يعني جربنا اطعمة واكل كتير والحمد لله الامور كويس، وبدأت يظبطوا المينا بحيث تستقبل بضائع افضل، اكبر مينا دلوقتي ليه، تمام؟ هل مازال سوق العمل مفتوح في قطر ويستطيع استيعاب العمالة القادمة من السعودية؟ خلينا نتكلم بقى. احنا قلنا التاريخ النهاردة 11 سبتمبر 2017،
تمام. سوق العمل مفتوح في قطر. في الفترة دي، في اليوم ده، في الفترة يعني في الفترة دي، الفيز والتأشيرات قليلة، تمام. صعب جدا تاخدها سواء في قطر او في السعودية او في الامارات للمصريين او في الكويت، يعني في الفترة دي، في الايام دي، وان شاء الله بكرة او انت بتسمع فيديو كنت حلت، بس هي في الفترة الحالية في دول الخليج في تضييق شوية على الفيز المصرية بسبب المشاكل السياسية اللي بتحصل. فحتى لو سافرت الامارات الفيز قليلة، مع احترام كل الدول، مش بيقول في دولة غلطانة، بالعكس هي عملت دراسة وشافت ان الموضوع في الفترة دي مفروض يتقفل شوية. وانا مقتنع بالاسباب، يعني لو انت جيت تفكر منطقيا، ان في اعلام بيوجه، يعني زي مثلا بدون ذكر اسامي، مثلا احمد موسى بيقول لك المصريين يتجمعوا ويعملوا مشاكل مثلا في دولة كذا في دولة كذا، طبيعي ان الدولة دي تحاول يعني ما تزودش العدد بتوع الدولة التانية عشان ما تحصلش مشاكل، وكويس انها ما طردتهمش ولا عملت اي اجراء تعسفي. ده يعني من غير ما ندخل نتكلم في السياسة، بس هي الفيز قليلة. يستوعب العمالة القادمة من السعودية؟ مستحيل. عدد العمالة اللي موجودة في السعودية اكتر بكتير من امكانية اي دولة تانية، اكبر من امكانية قطر او الامارات او البحرين او عمان. يعني العمالة رهيبة جدا، تمام. فصعب انها تتنقل. انا مهندس معماري وليه خبرة في دول الخليج، ده بيديك اولوية ان انت تشغل في اي دولة خليجية تانية، تمام. وعايز تشغل في قطر، تنورنا. هل في فرص؟ اكيد، بس اليومين دول الفيز قليلة. اتمنى 12 سبتمبر 2017 تكون المشكلة اتحلت وكون الفيز فتحت وتشرفونا. يعني مجال الطرق مفتوح ولا ايه نظام؟ لا، مفتوح طبعا، يعني ده طرق، يعني السوق زي ما انت عايز 20 كيلو مفتوح، وفي طرق كتير بتتعمل واماكن كتير بتتعمل، يعني في مدن كتير بتتعمل، فبتتعمل طرق والمترو ورصف وحاجات كتير كلها. عايز اعرف اسماء شركات متخصصه في مجال الستيل، خش على جوجل واساله، جوجل حافظهم اكتر مني بكتير، وشوف المشاريع الكبيره اللي خاصه بالستيل وشوف ايه الشركات اللي شغاله. ايه ظروف شغل الهندسه في صناعه عمان؟ كويس جدا. واهل عمان من افضل الناس، يعني ومن افضل الاماكن اللي الواحد ممكن يشتغل فيها. الناس محترمه جدا، وظروف المعيشه كويسه جدا. مرتب كم يقبل بيه مهندس حديث التخرج هناك؟ انا ما اعرفش العمله بتاعتهم ايه اصلا، يعني مش هفتي، بس هو الفكره كلها حديث التخرج. حاول تسال عن المرتبات اللي موجوده هناك، يعني الفكره كلها ان انت لازم تخرج من البلد عشان تاخد خبره وتشتغل وتجيلك فرصه افضل وتجيلك وتسافر. ولما يجيلك فرصه اكبر في دول فيها موضوع الكفاله، فصعب ان انت تنقل من شركه لشركه، تمام. يعني انا لما خرجت من مصر لقطر كنت جاي على مرتب قليل، اول ما سافرت جالي ضعف المرتب في شركه ثانيه، بس صعب تنقل عشان موضوع الكفاله، فما اتكلمتش اصلا مع مدير، يعني هدخل احط رجلي على رجلي ويقول لا، لحد ما جات لي فرصه في شركه في دوله تانية. فساعتها خدت العرضين وقلت له بص انا العرض كذا كذا، فانا محتاج تظبيط للمرتب، تمام. ف الحديث التخرج، يعني انت عارف ان لازم تاخد خبره، والخبره صعبه في بلادنا، فحاول تسافر، بس تسافر على مبلغ تقدر بعد ما تخصم المصاريف تحوش منه. عايز اعرف كيفيه الحصول على فيزا العمل، ان انت تتواصل مع الشركات. انا خدت الفيزا ازاي او سافرت ازاي؟ انا الاول ما كانش في دماغي موضوع السفر دوت خالص، يعني لظروف والدتي رافضه ان انا اسافر، فخلاص موضوع محسوم بالرفض. بس كنت ببعت السي في، يعني بحيث ان انا اشوف هل فعلا ممكن اسافر، هل في فرصه، هل ايه اللي مطلوب، ممكن حد يعمل معايا انترفيو، فاعرف هم مركزين على ايه، بحيث ان انا اطور نفسي، اعرف الخطوه الجايه اللي المفروض اشتغل فيها ايه، تمام. فلحد ما ربنا شرح صدر امي قالت لي سافر، بسبب كان عدم الاستقرار والظروف بدات تبقى سيئه والشغل والحاجات ديت، فقلت خلاص اول مكالمه هتجي لي هسافر. فجالي مكالمه كده من شركه اليو سي سي، مع خدوا السي في، عرفوا ازاي؟ اعتقد عن طريق لينكد ان، او الطريق ممكن يكون بعت لهم سي في بالخطا. كنت انا بدخل بشوف ايه اكبر شركات اللي موجوده في قطر وفي الامارات، في قوائم كده بتطلع كل سنه اكبر شركات مقاولات، اكبر شركات استشارات، فكنت بتواصل ابعت سي في
واشوف. بس ما تحاولش تشتري اللي هي الفيز الحره، فيز السياحه، وتيجي وتدور في الفتره الحاليه صعب. ليه؟ الاول كان ممكن، الاول كنت بقول لاخوانا للناس دي مخاطره وده ريسك بتاخده، وتبقى عارف ان انت ممكن تشتغل وممكن ما تشتغلش، وجيت او وفقت او ما وفقتش، دي اقدر ربنا. انت بتعمل عليك، بتيجي بتعمل حسابك ان انت مثلا شهرين ثلاثه دول مش هتنام، هتقعد كل يوم تعمل كذا انترفيو طول النهار، وبالليل تقعد تعمل سيرش على الشبكات، شركات من خلال الشبكات الاجتماعيه، وتبدا تبعت له. بس هو حاليا انت ممكن فعلا تروح وتقعد في شركه وتعمل معاهم مقابله ويقول لك تعالى اتفضل، بس احنا ما عندناش فيز، تمام؟ فهتقعد في الدوله زي من غير فيز، يعني هو يقول لك هات لي فيزا مصريه وتعالى وانت مش عارف، فهتبقى الموضوع صعب. اللي هو النهارده 11 سبتمبر، تمام؟ فهي الفكره كلها في كده، ان انت لازم في الفترة دي مشكلة، في نقطة مشكلة كده اتمنى تحل بكرة، اللي هو موضوع الفيز. ممكن تيجي وعلى فيزا حرة وتعمل مقابلات والناس تقول لك كويس انت تعالى، بس فيزا غلط، فتلاقي نفسك سافرت وصرفت لان السكن غالي والمعاش غالية شوية، فهتلاقي دي مشكلة. لو حضرتك اي معلومات عن الدراسات العليا بره وهل هتفيدني في الشغل بعد كده وافضل الاماكن وكده، يعني في موقع اسمه منح، واحد صاحب اللي عامله ما شاء الله ربنا يبارك فيه، هتلاقي في الدراسات العليا وهتفيدك في الشغل. بص يا سيد الفاضل، هو الشغل اكيد طبعا اي شهاده بتفيد فيه، بس هي الفكره كلها لو انت بتحضر دكتوراه عشان تشتغل في نفس شركه المولات هتبقى يعني مش، انما لو انت بتحضر دكتوراه عشان تشتغل دكتور في جامعه يبقى الكلام افضل، تمام؟ بس طبعا كل شركه بتفضل الناس في بتاعها تكتب دكتور، حتى لو دكتور فعلا ده ما بيعملش شغل حقيقي او ممكن واحد تاني يعمله، بس هي بتبقى كويس جدا لما يحضر الاجتماعات، لما الحاجات دي كلها. في ناس كتير حديث التخرج 2016 وعايز يسافر، هل في امكانيه ولا لا؟ وازاي وهنقدر كخريجين جدد نجاري سوق العمل في قطر، ولا محتاجين وقت هنا؟ ممكن تسافر، اي شركه بتعين ناس خبره قديمه وبتعين ناس خارجين جداد، تمام؟ يعني مفيش حاجه اسمها ان انا بعين كله جداد او بعين كله دام، لا، بعين ناس واحد خبره مثلا 10 سنين. يعني انا دلوقتي مثلا شغال في الشركه ورئيس القسم مثلا سافر، فانا محتاج واحد يكون خبره 10 سنين، بدور على واحد خبره 10 سنين بحيث يبقى عنده الخبره ويقدر يقود الناس والحاجات دي كلها. طب هو لسه موجود بس الناس الصغيره هي اللي سافرت او خرج او سابت الشركه وراحت مكان تاني، فانا محتاج ناس حديثين تخرج يبداوا يتعلموا من راجل الخبره دوت. فالاثنين بيتعينوا والاثنين لهم امكانيه. بالعكس انا بقعد مع ناس كبار في السن بيقول انا صعب ان انا الاقي شغلانه، تمام؟ لان هو خبره كبيره جدا فمرتبه كبير، فصعب ان هو يتنقل من شركه لشركه. حديث التخرج من غير ما افكر ده هياخد كام، هياخد له 3-4 آلاف مع يلا مش مشكله، انما واحد تاني كبير في السن او كده هياخد مبلغ لا ده لازم يعني نعمل له انترفيو 10 ساعات 100 ساعه حاجه زي كده يعني. فالاثنين موجودين، الرزاق بيد ربنا، وادعي وربنا يسر الخير ان شاء الله، واقعد ابعت في السفهات وحاول تتواصل مع الشركات وربنا يسر الخير ان شاء الله. بالنسبة لشركات الاستيراد والتصدير في قطر ازاي ممكن تتواصل عنها؟ من خلال جوجل، بتعمل سيرش، ولو تعرف حد في قطر او في الامارات او في الدول ديت يكون ليه علاقات بالاستيراد والتصدير، يعني واحد زي حياتي مثلا ماليش في الحاجات دي خالص. عاوزين نسافر نعمل ايه ونسبة نجاح فيزا الحرة للمهندس المدني؟ تواصل مع اصحابك برا، حاول تبعت سي في. الفيزا الحرة في الوقت الحالي خطر. انا عايز اسافر اعمل ايه؟ بالاضافه لكل الكلام اللي فات، خلي الحاجه تدعي لك وربنا يسر خير ان شاء الله، واتمنى ان بلادنا يعني تبقى افضل بلاد وما نضطرش ان احنا نسافر. يعني 7000 سنه اللي فاتوا ما كانش حد بيسافر بره مصر، الا كم واحد سافروا المكسيكي يبنوا لهم الاهرامات هناك، والصيني يبنوا لهم الاهرامات، تلاقي تحس ان هم الاهرامات اللي في المكسيك والصين قريبين قوي من اهرامات مصر. لا فعليا ما فيش حد كان بيسافر غير يعني عشان يشتغل، الدول التانية محتاجاه مثلا يشتغل مدرس يشتغل دكتور، ففي طلب عليه وبيسافر باحترام حاجه زي كده. ما كانتش مصر طاردة للعماله غير من الكام سنه اللي فاتوا دول، تمام؟
بعد قيام ثورة 23 يوليو يعني. دي ده معلومات مش موقف سياسية، بس دي معلومات. هل تقديمها على موقع الشركات لازم؟ او طبعا قدم، ولا لازم اكون في البلد اللي بيقدم فيها؟ لا، قدم من عندك بدل ما تيجي تاخد الريسك. الايجار غالي والعيشة غالية، فالمجسم السفر السياحة وفيزا حرة في الفترة الحالية صعب، في الفترة الحالية صعب. اتمنى يعني اي حد بيجي بنوقف معاه ونوديه الشركات ومعرفة على الشركات وكل حاجة، بس الفترة الحالية بيسافر بيجي وبيبقى في مشكلة الفيزا. يعني اتمنى الموضوع يتحل لما تسمع الفيديو، بس هو في الفترة الحالية 11 سبتمبر 2017 الفيز وقفة مؤقتة، تمام، معمول لها هولد بسيط. ودي حاجة بتحصل كل سنة او كل فترة بتعملها هولد مثلا 10 ايام حاجة زي كده، تمام. واتمنى الامور تتحسن يعني وترجع علاقات افضل بالحاجات دي. السؤال ده مهم والله، كنا عايزين اجابة عشان نحق نهرب. ما دي للأسف يعني هي الظروف اللي موجودة في البلد يعني بتخلي الواحد يهرب، واتمنى انها تتحسن في مصر وفي سوريا وفي العراق وفي اليمن وليبيا ونرجع بلاد افضل ان شاء الله. مهندس ميكانيكا جيد جدا تراكمي وامتياز مشروع الشفاك، معتمد ريفت من نوتوديسك خارج 2016، بشتغل كاد تصميم الشفاك وحاليا بذاكر اللي فيه. هل ده كافي اني اسافر بره وعلى راتب كويس؟ كافي. ايه اللي ناقصك؟ هو بس الناس بتهتم بموضوع الانجليزي، لان انت شغال في الشغل بتتعامل مع ثقافات اجنبيه، ففي ناس كتير ما تعرفش عربي، بس كلهم يعني باستثناء بسيطه جدا يعني كل الجانب اللي اتعاملت معاهم ما بتنططش عليك ومجرد بس يفهم. يعني لو انت قلت له اي كلام مش متركب اصلا لغويا ولا جرامر بيعديها، هو بس عايز يوصل يفهم انت عايز ايه، حتى لو جرامر غلط، حتى لو كلمات غلط، ما تقعدش تفكر كتير. يعني لو انت بتتكلم كلام حاول توصل له المعلومه خلاص. انا تقريبا اتنين بس اللي قابلتهم كده وكانوا بيحاولوا يتنططوا، بس الحمد لله عرفت ثبتهم وكانوا احتاجوني وبقينا نتعامل مع بعض كويس. كان هو يحاول يعني بدل ما يقول لك جود مورنينج يقول لك كلمه تانية بالانجليزي، بس يعني كلمه مش مشهوره بحيث يخليك تقف تبل. المهم تقول له جود مورنينج، بس هو الفكره عايز منظر عليك عشان يقول لك انا اجنبي اصلي مش اجنبي تقليد. فيعني كان عندهم عقده نقص. يعني حضرتك لو عايز تسافر اي بلد عربي ممكن تساعدني. الفكره كلها انا مش فاتح مكتب توظيف للاسف، واتمنى ان انا اساعد حضرتك واساعد كل الناس، بس بقول لك انت تقدر تساعد انت نفسك ان انت تعمل سيرش كل يوم على الشركات وتقدر تتواصل معاها وتثبت نفسك وتعمل انترفيوهات كتير جدا. الانترفيو كل انترفيو هتكتشف ايه اخطائك وتطور نفسك. اي مهندسين ميكانيكا مطلوبين اكتر في قطر؟ اللي هي حاجات خاصه بالتكييف والصحي والحريق، لان اغلب الحاجات خاصه بالبناء والحاجات دي. معدل رواتب المهندس ميكانيكا كويسه جدا وتقدر توفر قسم منها المستقبل، حسب عدد سنوات الخبره وحسب الاكسبيرينس بتاعتك والحاجات بتاعتك. تقدر توفر تقدر توفر منها ان شاء الله، تمام. ويعني هل المهندسين العراقيين مرغوبين في سوق قطر؟ طبعا ما فيش اي مشكله خالص، على راسنا وفوق. ده خبره في الهندسه المدنيه، ده واحد صاحبي 12 سنه وكملت ماجستير في ماليزيا في تقنيه نمذجه معلومات البناء، وحاليا طالب دكتوراه ايضا في ماليزيا ما شاء الله، لكن في استخدام النانو في صناعه الخرسانه ما شاء الله. هل ممكن اجد فرصه تعيين في قطر؟ طبعا طبعا طبعا، يعني تنورنا، واتمنى ان انت تلاقي فرصه في جامعه قطر، لان هنا في تقييم العلم، فلو اشتغلت في جامعه قطر او في اي جامعه في قطر، في جامعات كتيره، هتبقى افضل بكتير، تمام. الجو درجة الحرارة، بص انا هفاجئك يا دكتور ان الجو فعلا في قطر جميل جدا، وانا بمستريح له وبمشي يعني عادي يعني بدون عربية خالص، ما عدا في 3-4 شهور، تمام. يعني نص 6 و7 و8 ونقدر نقول مثلا نص 9 او 9 كله مثلا بيبقى جو صعب، تمام. انا جيت في تقريبا 20/7/2013، تمام. بعد القلق اللي حصل كنت انا شغال في شركه جنب في مدينه نصر يعني، فكان في وشركه هتقفل بسبب المشاكل، فروحنا سافرت يعني الحمد لله. فاول ما جيت
بخرج من المطار المكيف فوجئت بدرجة حرارة رهيبة، الشبورة على النظارة، يعني انا صدمت، انا مش شايف حاجة خالص، شبورة رهيبة على النظارة، ايه ده انا عايش ازاي؟ طب ارجع، طيب الحق الطياره اقول لهم انا جاي زي ما جيت هرجع معاكم ولا ايه؟ مش فاهم انا. وحراره شديده جدا، كنت جاي كان تقريبا نزلت على العصر يعني، وكنت صايم في رمضان، فكان الموضوع صعب جدا. فالحمد لله قلت بقى خلاص بقى انا جيت وربنا يصبرني على الغربه. وبعد كده بعد شهر كده لقيت الجو بدأ يبقى لطيف وجميل جدا، وبقينا نتمشى على الكورنيش في البريك، يعني موضوع ظريف جدا وجو حلو جدا. بس فعلا الفترة بتاعت الصيف صيف، الشتاء ما فيش شتاء، يعني نادرا جدا لما الواحد بيلبس حاجة بكم. يعني بقدر انهي سنة تخرج غير خارج البلاد؟ علما بان طالبة هندسة معمارية حسب الكلية. انا اعتقد في بعض الكليات ممكن يقول لك تعلم تحني، يعني ممكن تكون في بعض الحاجة مش مستلزمة حضور او حاجة كده، وتقدر تتكلم مع الدكاترة، دي حاجة ترجع لكلية نفسها اللي انت بتدرس فيها. في فرص عمل للمعماريين حاسس التخرج في قطر في كل دول العالم، تمام؟ وجرب تسافر ماليزيا، وجرب تسافر النرويج، وجرب تسافر اي دولة، وربنا يكرمك ان شاء الله. عاوز اطلع من السعوديه على قطر، شغل اوتوكاد ورسم زخرفه الحديد واصاب الليزر، ربنا يسر خير. يا ريت ويا ريت السعوديه ترجع افضل من الاول، لان يعني من البلاد الكويسه ونتمنى لها كل الخير. حركه من السعوديه لقطر ازاي؟ قطر صغيره، قطر ما تستعملش الناس حبايبنا اللي موجودين في السعوديه. يعني نتمنى الدوله في السعوديه يعني مشاريع تتحسن وترجع تشتغل تاني. تصريح العمل بيتعمل منين؟ لو احنا بنتكلم على مصر، مكتب العمل في الدراسة، ثاني مبنى بعد مسجد الشرطة في وش المرور، حسب مكان الإقامة. وانا ما رحتش ولا مرة المكان دي، انا بروح في المطار بتطلعها، وكتير جدا ما بيسألكش عليها في المطار، يعني مش كل مرة بيسألها. بالنسبة للسفر في الكويت يا هندسة، ايه اخباره؟ الكويت الفترة اللي جاية هي يعني من ساعة يعني دخول مشاكل حصل بين العراق والكويت، يعني الاثنين اخوة، يعني ما فيش مشاريع بالحاجات الضخمة اللي بتحصل في الامارات وقطر، غير في كم مشروع كده. بس الايام الجاية ديت في كم مشروع حلوين جدا هتعملوا في مطار، في مستشفيات، في حاجات كتير جدا الفترة الجاية. يعني الكويت هترجع تاني قوية جدا، يعني كان زمان قوية جدا وفيها مشاريع كبيرة ضخمة، فهترجع كده ان شاء الله الفترة الجاية ديت. بيبقى حاسس التخرج، كل الشركات بتبقى حاسس التخرج، تمام؟ حاول وانت حاسس التخرج تشتغل في اي مكان، حتى لو بمرتب قليل شوية، بس مجرد تاخد خبرة، لان الخبرة دي هتفيدك في السي في. يعني انا اول شغلانة اشتغلتها في المجال بتاعي، قبل كده اشتغلت حاجات كتيرة في الاي تي والكمبيوتر والحاجات ديت. ومرة كنت واحد قال لي تعالى اشتغل معايا في شركة، ورحت معاه الشغل مطلوب مني جيمز، بس رحت سايب الشركة ومشيت. هو مطلوب منك ان انت تتعلم العاب بحيث انت قاعد في كافينيت، وكنت لسه بدرس يعني، فانا ما بحبش الالعاب، فرفضت حاجة، مدور على الحاجة الخاصة بالبرمجة. فالمهم يعني اول شركة اشتغلتها قال لي هتنزل تدريب فترة كده بدون مقابل، كان في متوسط 3 شهور، وكان في مشاكل كتيرة، بس استحملت لمجرد ان انا ابدأ. كان فرص العمل قليلة، وانا عايز ابدأ، مش عايز اقعد ادور. قلت اخد خبرة شهر شهرين ثلاثة بحيث ان السي في بتاعه يبقى قوي. وقال لي طب ما عندناش كمبيوتر، صدق خلاص بقى تعالى بعدين. قلت له انا اجيب الكمبيوتر بتاعي معايا، فجبت الكمبيوتر بتاعي معايا من البيت واشتغلت عليه في الشركه الفتره اتضربت، وقول الحمد لله كان كويس. فالناس كلها كانت بتقعد 3 شهور 4 شهور، انا قبل ما الشهر يخلص دخلت اسابيع، قال لي لا انت كويس، ابدا شغل وبتاع، تمام. فهي الفكره كلها كانت الشركه اللي انا عايزها كانت يعني مش عايز تعيين وعايز يقرفني، بس انا كنت مصر ان انا ابدا الخطوه بحيث ان انا ادخل في المجال. واتمنى يعني الناس تبدا على مرتب كويس، على شغل كويس، وما تضطروش يعملوا الحاجه ديت. هو ليه شركات كتير في قطر مش بتدفع وبتاخر المستخلصات؟ انا موجود بقطر من 2015 وقبلت، وانا نفسي واتنصب عليا، ده شائع جدا هنا في قطر. بص ده فضل، انا ما اتعرضش كده في قطر، تمام؟ ويعني
مفيش دولة في العالم بتخلو من المشاكل ديت، ومفيش دولة في العالم غير لما تلاقي فيها الكويس والوحش. ممكن يكون حظك وقع مع شركات الوحشة، بس لما تحصل حاجة بتروح للجهات القضائية، ولو انت عندك حق هتاخده على طول ان شاء الله. يا هندسة خلاص قطر باظت بالطه بألف زي. ماشي. المهم يعني ما فيش حاجة اسمها دولة باظة، الحاجة المشاريع كلها شغالة وزي الفل، واحنا شغالين اهوت وشغالين في شركات. انا سبت الشركة اللي انا فيها في كام يوم اللي فاتوا، وجالي عروض كتيرة جدا في كذا شركة، ويمكن في مشروع مثلا معين كذا شركة شغالة فيه، كلهم اتصلوا بيا، فالوضع موجود والشركة شغالة والامور زي الفل. تمام. وانا موجود هناك، مش الاعلام، انا كل شوية في الاعلام بسمع انفجارات وانا قاعد في قلب الشارع نفسه بشرب شاي وما فيش حاجة بتحصل. فالاعلانات الاعلام اللي موجود ده يعني ما تصدقوش، وارجع للحاجات القديمة هتلاقي عملوا حاجات كتيرة ما بتحصلش يعني. لا، البلد شغالة وفي مشاريع كتير شغالة والامارات شغالة، ويعني في يعني ارمي السياسة على جنب وهتلاقي الامور كلها شغالة وزي الفل. في فيز مصريين حاليا في قطر ولا اتقفلت من ساعة الازمة، معمول لها هولد، والموضوع ده بيحصل كل فترة. يعني هو كل فترة مثلا بيلاقي ان في زيادة معينة في جنسية معينة فبيتعمل لها هولد، طبعا بسبب المشاكل اللي حصلت والحالات السياسية وكده معمول لها هولد، الا لو في مشروع مهم ممكن ساعتها تطلع فيز خاصة بيه. يعني مثلا لو في مشروع مثلا خاص مثلا بالمترو، مشروع كبير ومحتاجين حد معين فبيتعمل له استثناء. ايه المهلات المطلوبة عشان اقدر اسافر دلوقتي وانافس؟ انا مهندس تصميم انشائي. بص يا فاضل، مطلوب بالانجليزي كويس جدا، مطلوب الاداره المشروعات، مطلوب مثلا تبقى عارف بيم، ممكن تصميم انشائي لو انت في الستيل تبقى تعرف تكلة، الحاجات دي بيقاس فيه. حاول تقرا الاعلانات وتشوف هم طالبين ايه وبتكرر وتحطها. هي المشاريع الخاصه بكاس العالم 2022 محسم عليها حس وليه ولا طالبين مهندسين؟ هي المشاريع دريفت وقفت. لا، المشاريع دي شغاله وانا بعد عليها وشغاله وكل حاجه، ويعني في كذا مشروع يعني احتكيت بيه وشفت الملفات بتاعته، وبالعكس مشكلتها انها مضغوطه في الوقت، يعني مطلوب انها تسلم قريب يعني ان شاء الله. تمام. المفروض انها تخلص السنه دي او السنه الجايه. الحاجات الاستادات كلها تقريبا شغالين فيها على قدم وساق. المترو اللي هيوصل من الحاجات دي كلها شغال الحمد لله. انا ما فهمش حاجه في الكوره، بس اتمنى اي دوله عربيه تستضيف الحاجات ديت، واتمنى يبقى في سيطره على المشاريع ديت. الرواتب في مجال البيم في دول الخليج مهندس مبتدئ معاه شهادات مصدقه من اوتوديسك كم ممكن توصل؟ وبتنصح بيبلش مهندس حديث التخرج فيها؟ يعني ما بتختلف من شخص لشخص، بس هو ممكن لو واحد التخرج ممكن، طبعا كل واحد بيبقى ليه رقم، وواحد يشوف ده قليل ده كتير، بس اعتقد يعني 10,000 ريال كويس. تمام. انا مهندس معماري، لو عاوز اطلع بره مطلوب يبقى معايا ايه؟ مطلوب يبقى معاك هندسه معماريه، ومطلوب معاك انجليزي. لو الليد بيبقى مطلوب، في شركات كتيره جدا شغاله بالليد كويس. تمام. في الخليج في دول كتيره في شركات كتيره شغاله بالليد كويس، وقطر هنا شغالين مثلا بحاجه اسمها جي سيس. فما بقولش ان الشركات مش شغاله بيه، بس في بعض الشركات بيبقى مجرد انها بتقدم بمنصات وخلاص. طيب تعال نبص بصه كده على موضوع المرتب. لو ما تفرحش جدا المرتب ما تحولوش لمصري قبل ما تشوف انت هتستفاد ايه. تمام. يعني ممكن مثلا انا جاي لي 10,000 ريال ده مصري، ممكن تضرب في 4 مبلغ كبير. لا، انت ممكن تروح هناك وتصرف وتلاقي نفسك ما تحوقش. يعني اعرف ناس مثلا، خلينا انا يعني اعرف ناس قعدت 10 سنين في الامارات مثلا او قطر او ايا كان وما حوش حاجه خالص. تمام. بيخش بقى ماركات كبيره وحاجات زي كده. لا، انت حاول توزن يعني عيش حياتك، لان انت ما تعرفش
هل هترجع بلدك ولا لا، او هترجع مصر ممكن يعني لا قدر الله تحصل حاجه فتبقى قاعد تخنق نفسك والفلوس دي حتى نستنفع بيها. لا، عيش عيش حلوه، ما تقعدش تزنق نفسك، وفي نفس الوقت ما تصرفش كل فلوس. تمام. متوسط السكن لو انت مثلا لوحدك وعايز اوضه وحمام هتخش لها في حدود مثلا 1800 2000 ريال. لو انت معاك العيله بتاعتك ممكن تخش لها متوسط، انا الشقه بتاعتي اوضتين وصاله ب 4500 ريال. تمام. او درهم لو انت بتفكر في الامارات، واحسن دول تسافر لها واهلها بيعاملوا الغرب معامله كويسه. عندك الامارات وقطر وعمان والبحرين، دي افضل بلاد، ما بتحسش ان انت غريب او درجه تانية. الاكل والشرب المتوسط بتاع الاكل والشرب ممكن مثلا 2500 ريال لو احنا بنتكلم على عيله. لو انت لوحدك بقى ممكن تبقى 1500 مثلا. ممكن لو انت بتشرب سجاير بطل سجاير مش هحسبها لك. المدارس، في مدارس مصريه بتبقى رخيصه وفي حاجات بتبقى غاليه ممكن توصل ل 100,000 ريال في السنه، وممكن في اكبر من كده. الملابس، في ملابس بتبقى سعرها رخيص جدا. تمام. وفي حاجات بتبقى ماركات انا ما اعرفهاش، معلش انا في الموضوع الماركات دي، بتبقى غاليه جدا. التامين الصحي، حاول يبقى ليك تامين صحي اول ما تروح. وفي حاجات بتبقى حكوميه بيبقى الشرب بتاعها حاجه رمزيه 100 ريال في السنه، في حاجه لا تذكر يعني. و اهتم بالمسمى الوظيفي، لان ممكن تطلع على مسمى وظيفي مكتوب فني او عامل او حاجه زي كده، وانت ممكن تكون مهندس او دكتور او محاسب، ففي حاجات مزايا بتخسرها. ممكن مثلا في بعض الوظائف ما تقدرش تجيب الزوجه، من ضمن قوانين في قطر مثلا انت ما تقدرش تجيب زوجه لو مرتبك اقل من 10,000. تمام. فلو انت مرتب اقل من كده او وظيفه كتبت غلط مش هتقدر تجيبها، وهتبقى تيجي تسافر بعض الدول بيطلب فيز معينه الامارات مثلا بيقول لك لو انت مهندس او دكتور بتبقى الفيزا اسهل. فحاول ان انت تيجي على المسمى الوظيفي بتاعك. واعرف اقرا الاوفر كويس. انت ممكن الاوفر يكون مكتوب بطريقه يعني مثلا كل حاجه عليك ولا حاجات عليهم، ولا هم هيدوك بدل سكن، ولا هيدوك هم الفلوس وانت تتصرف، وهل في بدل مواصلات ولا لا. ممكن يقول لك بدل سكن وتكتشف ان انتوا قاعدين سته في اوضه، فلو في اي حاجه مش واضحه اتصل بيهم واسالهم. لو هديك سكن عائلي هديك اوضه وصاله ولا اوضه واحده، ولا ما التفاصيل دي بتفرق. لو مش هيدوك سكن هل في بدل سكن ولا لا. لو انت متجوز عايز تجيب اسرتك، العادي ان انت بتجيبها بعد 6 شهور. تمام. لان انت لازم بتجيب ورقه من البنك ان انت مرتبك يتحول لك 6 شهور، بس انت ممكن تجيبها زياره. تمام. اول ما يطلع لك الاي دي القطري يبقى من حقك ان انت تجيبها زياره 3 شهور، وبعد كده تجدد لها 3 شهور، فكون 6 شهور عدت تقدر تجيبها معاك. تمام. واسال عن موضوع الاجازات، انت ليك كام يوم في السنه؟ في بعض الشركات بتبقى 21، في بعض الشركات بتبقى 30 يوم، ويقول لك مثلا ممكن تاخدهم بعد 6 شهور، فلازم تبقى عارف النقطه دي كويس قوي. المواصلات تقريبا ما فيش مواصلات عامه، يعني كان في واحد لسه جاي والشركه بتصل بيه انت فين؟ قال لهم انا هركب ميكروباص وجاي، ما فيش ميكروباصات. انسى ان انا قاعد لقري والدري واقف، ما فيش ميكروباصات اصلا. اللي موجود تاكسيات، او افضل يبقى عندك عربيه. التاكسيات بتبقى يعني غالي شويه، بتبدا ب 4 ريال وتبقى كل 250 متر تقريبا بريال. يعني لو انت شغلك بعيد هتلاقي نفسك كلفت. تمام. يعني اول ما جيت قطر كان في فندق جنب الشركه على طول هيبقى ب 4000 ريال، او في سكن بعيد في ساحات اسماعيل خالد هيكلفني تقريبا 2000 ريال. بس لما حسبتها لقيت التاكسي هياخد اكتر من 2000 ريال وهضيع ساعه رايح وساعه جاي، فقلت لا اقعد في الفندق احسن. تمام. في ناس بتبقى ماشيه التاكسيات العربيه بتاعتهم تاكسي وكده، وده مش قانوني، وبس بيتفق. وفي اتوبيسات بتقدر تجيب كارت وتركب يعني كويس، بس انا ما ركبتوش. وما فيش تكاتك، لو حد بيسأل على تكاتك ما فيش. افضل حاجه ان انت تشتري عربيه البنزين اللتر تقريبا مش عارف بريال ونص حاجه زي كده.
هو يعتبر مدعم او يعتبر رخيص نسبيا. المخالفات المرورية انسى رهيبة يعني دولي ان ربنا بعيد عنا، الحمد لله ما عملتش مخالفات، بس المخالفات رهيبة. كسر الإشارة ب 6000 ريال، وممكن تبقى اقل، بس هو ده العادي يعني. لو كسرت إشارة ب 6000 ريال، في واحد كان لسه جاي اول يوم كسر إشارة ب 6000 ريال، المرتب بتاعه كله ضاع، فراح اتحال عليهم والراجل صعب عليه قال له وريني انت لسه جاي. طيب خلاص. في مخالفات كتيرة ب 6000 ريال، 5000 ريال. حاول ما تجيش على نفسك قوي، وازن الامور، ما تصرفش كل فلوسك، وفي نفس الوقت ما يعني ما تصرفش كل فلوس، وفي نفس الوقت ما تداش على نفسك جامد. وفي ناس يعني اعرفها في اوروبا وبتكلمني كتير انها تيجي دول الخليج تعيش، فانا بستغرب فبسالهم. هي فيها موازنات. دول الخليج فيها ميزه ان ما فيهاش ضرائب حتى الان الحمد لله، لاسباب سياسيه، وهي ان الحمد لله في موارد طبيعيه موجوده زي البترول والغاز الطبيعي والحاجات دي كلها. في البلاد الاوروبيه ما عندهمش الموضوع دوت، فبيفرض ضرائب بس في اشراف كامل على الحاجات دي، فبتصرف الموارد اللي بتيجي من الضرائب بتصرف على مكانها. يعني لو انت في شهر ما اشتغلتش بيجي يقول لك خد المرتب اهو، وايه اللي ناقصك عشان تشتغل؟ طب خد كورسات، خد كذا، فبتلاقي الفلوس ديت. تمام. بتلاقي رعايه صحيه كويسه جدا، بتلاقي ما بتفكرش في حاجه. انت مدارس مثلا بتلاقي شبه مجانيه، الـ كل حاجه شبه مجانيه، لان انت خلاص بتبقى ضريبة في حدود 40%، بس التامين الصحي مجاني. يعني في مثلا ناس كتيره جدا في امريكا تقول لك بتشتكي ان التامين الصحي في دول كتيره في اوروبا زي فرنسا زي النرويج رهيب جدا. التامين الصحي انت جاي زياره مجاني وكل حاجه. انا جربت الموضوع ده هنا في قطر. يعني زوجتي تعبت وكان لسه معز عنده تقريبا اسبوعين ثلاثه، اتصلت بالاسعاف خلال 6 دقايق كانوا معايا في قلب الشقه. يعني انا بتصل الو، قال لي هات لي الرقم العماره، مش حافظ الرقم، فنزلت بكلمه لقيت صوت الاسعاف ورحت طالعين معايا في 6 دقايق كانوا معايا في قلب الشقه. تمام. وعلى طول تعالى معانا، ورحنا بيها المستشفى وكل حاجه، ما دفعناش ولا شيء. دي من ضمن الحاجات الكويسه، بس ده لان هو كان طوارئ. بس لو انت ده عايز تعمل مثلا حاجه في الاسنان، حاجه في كذا، بيتكلف غالي، عشان كده بقول لك اعمل تامين. بره بتلاقي في خدمات كتيره، واللي في الدول الاوروبيه واستراليا والنرويج والحاجات دي، بتلاقي المدارس مجانيه، بتلاقي الحاجات مجانيه، بتلاقي العيش افضل. ما بتعرفش تسافر على نفس المرتب اللي انت باخده في دول الخليج، بس في نفس الوقت ما بتخصمش منك الضرايب. يعني انت بتوزن، بتشوف انت عايز ايه. تمام. وطبعا بلدنا بتبقى جو احسن، وبتقعد مع اصحابك واجواء جميله وكل حاجه، فانت بتوزن بحيث ان انت تشوف ايه اللي انت محتاج ايه اكتر. ويعني ربنا يكرم ان شاء الله، ونتمنى كل المزايا تبقى موجوده في بلادنا، وبلادنا جميله وبلادنا احسن بلاد، وبينا ان شاء الله تبقى احسن، وتبقى الناس كلها تجيلها باذن الله. سامحوني انا حسيت ان انا طولت عليكم، بس اتمنى يكون الموضوع كويس. ولو عندكم اي اسئله اكتبوها في التعليقات، وان شاء الله نجاوب عليها باذن الله. والف شكر لكم.